الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني المشاهدين إلى هذه الحلقة التي نتناول فيها موضوعا مهما من الموضوعات المتعلقة بالمراجع. وموضوعنا منذ بداية رمضان عن المهدي ونواب المهدي وما يفعلون. البارحة كنا في مناظرة في الخمس، المقام الذي جعلوه لأنفسهم في غيبة المهدي، يجلبون ويأخذون أموال الشيعة باسم الإمامة. وهذا اليوم نحن مع المراقد، التجارة الأخرى غير الخمس، والقبور المزورة المنسوبة إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الليلة أطرح موضوعا سبق أن طرحته في قناة وصال عدة مرات، ولكن ربما يحتاج الأمر إلى تأكيد في اليوتيوب، عل شيعيا لم يشاهد تلك الحلقات. أيها الشيعي، القبر المنسوب إلى سيدنا علي في النجف مزور ملفق، لا دليل يثبت أنه لعلي بن أبي طالب، بل الصحيح أنه قبر المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وعن علي. وبيني وبينك ميدان الدليل، وهذه الليلة الجو مفتوح، ليس هناك مناظر، من عنده دليل يأتي به على رؤوس الأشهاد ويسقط دعواي. وهذه الدعوة لم أتفرد بها أنا ولم أطرحها أنا، بل هذه هي عند علماء أهل السنة والجماعة والمحققين منهم كابن كثير، ويروي ذلك عن الباقر وعن الصادق وعن الحسن بن علي، وكذلك ابن سعد في الطبقات قبل ابن كثير بسنوات بمئات السنين في طبقاته أيضا ذكر ذلك. وأول من أحدث هذا القبر وزعم أنه قبر علي بن أبي طالب هو البويهي المتوفى سنة 372، المجوسي، عضد الدولة. راح أقرأ لكم ترجمته، وراح أقرأ لكم التاريخ، وراح أقول لكم من كلام الشيعة أنفسهم كيف نسبوا هذا القبر إلى سيدنا علي، مو من عندي، من عندهم. ايش رايكم ابدا بالشيعة قبل السنة؟ خلوني اوريكم. يلا، هذا الوائلي من اشهر محاضريهم في الفترة يعني الماضية، قد مات الوائلي. وكنت عرضت لجعفر الإبراهيمي مقطعا رأيت انهم حذفوه من اليوتيوب، لكن ان شاء الله اني اجده في الارشيف عندي في حلقاتي، وما حذفوه إلا لأن فضيح تبين أن قصة قبر سيدنا علي المنسوب إليه بن نجف أكذوبة. خلوني أخذ أول شيء اللي هو الوائلي، خلونا نشوف الوائلي وماذا يقول الوائلي. شوفوا معي، قبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان واضح، ما كان معروف، يعني أيام الأمويين كانوا خايفين يطلعون بشو، لأن الأمويين عندهم أبسط أعمالهم هذه، فهذا المعنى موجود عندهم، يعني نبشون واحد، ولذلك إجوا العباسيين قابلوهم بالمثل أيضا، يعني نبشوا قبورهم وجلدوهم بالسياط طلعوهم من قبورهم. واثنين هن عمليات غير صحيحه، يعني ما مقبول ابي حال من الاحوال هاي. طيب، يبدو في موسيقى، في موسيقى، ارجعوا للمقطع انا لا استطيع عرضه، يبدو ان في موسيقى. لكن قال قصه الظبيه وهارون الرشيد، وان هارون عثر على القبر ودل الناس عليه. هذا في هذا التسجيل اللي في خلفيه، حاطين طبعا الموسيقى هذه عشان اهل السنه ما يعرضونه. شوف يا جماعه الخير، يعني حيلتهم، لا إله إلا الله. طيب،
أبي أعرض لكم أخواني من كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لعضد الدولة. وتشوفون أنه أول من بنى هذا القبر ودعا الناس إلى زيارته وأول من ادعاه. الشيعة اليوم مو لاقي لهم تاريخ في هذا الموضوع ولا عندهم أي دليل، فراحوا اخترعوا لهم قصة ظبية، أن ظبية مع هارون الرشيد كلما أراد صيدها والكلاب تريد أن تصيدها لاذت بقبر، فسأل رجلا أعرابيا من لمن هذا القبر، قال يعني أستأمنك على نفسي، قال نعم، قال هذا قبر علي بن أبي طالب. فحينها بنى هارون الرشيد على ذلك القبر، زعموا هكذا. شنو دليلكم؟ ما في دليل. المستند روايات موضوعة. أيضا يتناقضون في نفس الوقت، فيزعمون أن هارون الرشيد كان يهدم قبور أهل البيت، فكيف عمر قبر علي بن أبي طالب؟ كيف؟ يلا بوريكم واحد يقول هارون الرشيد يهدم قبور أهل البيت. هذا واحد من شيوخهم، شوفوا معي يا أخواني، وهو يتحدث عن هذا الموضوع، كيف يهدم قبور أهل البيت؟ يلا يقول أول من هدم قبر الحسين هارون الرشيد، هذا معمم، شوفوا معي، لاحظوا المكتوب على الشاشة، هارون الرشيد أول من هدم قبر الحسين عليه السلام، الحين صار هو اللي يبني قبر علي بن أبي طالب. ولكم ما شبع، والله شبعنا من تناقضاتكم. إلى متى تضلون الشيعة؟ شوفوا يا أخوان ماذا يقول هذا المعمم. وهذا البناء بقي إلى سنة 193، يعني إلى آخر خلافة الخليفة العباسي الذهبي كما يقولون هارون الرشيد، وهو الذي أمر بهدم هذا البناء، وإن قل الكلام عن هدم أو محاولة هدم هارون الرشيد لقبر الحسين عليه السلام. طيب واضح الآن يا أخواني أن هارون الرشيد يتهمون بهدم قبر الحسين. شلون بنى قبر علي بن أبي طالب إذن؟ من وين لكم القصة؟ أقولكم من وين؟ من هالمصايب ذولي اللي يجمعون النذور من القبور، كتاب أحكام العتبات المقدسة لمن؟ للمرجع الديني المحقق آية الله العظمى صادق الحسين الشيرازي، طبعت مؤسسة الرسول الأكرم دار العلوم أيضا، سؤال في رقم في صفحة 53، هناك قصة طريفة في كيفية ظهور قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فما هي تفصيلها؟ راح أرجع إلى الذهبي، لكن خلوني أعرض ماذا يقولون. أولا قال في التاريخ، في التاريخ، يلا وداهم بعيد في التاريخ، ثبتها برواية، أكد أن هذا القبر قبر علي بن أبي طالب، وراح نتكلم إحنا في مسألة القبور وزيارتها وعبادتها. في التاريخ أن هارون العباسي كان قد خرج إلى الصيد كما هو المتعارف عند حكام الجور الذين لا يهمهم سوى اللهو والعبث وعدم التفكير بالشعب ومصالحه، فأرسل الصقور والكلاب على الظباء بجانب الغريين، فجاولتها ساعة ثم لجأت الظباء إلى الأكمة، مكان مرتفع، فرجع الكلاب والصقور عنها فسقطت في ناحية، ثم هبطت الظباء من الأكمة فهبطت الصقور والكلاب ترجع إليها، فتراجعت الظباء إلى الأكمة. يعني كل ما الكلاب تبي تصيد الظباء الغزلان، ها، تروح الغزلان تلجأ إلى الأكمة، فانصرفت عنها الصقور والكلاب، ففعلنا ذلك ثلاثا، فتعجب هارون وسأل شيخا من بني أسد، يلا روح دورة، روح دورة مثل ما تبحث عن مهدية، وسأل شيخا من بني أسد قائلا ما هذه الأكمة؟ فقال لي الأمان، قال نعم،
قال فيها قبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ينسبها إلى البحار، جزء 42 صفحة 223 حديث 33 عن الخرائج، مرجع صادق الشيرازي. شايفين شلون عثروا عليه؟ بأسطورة، بأكذوبة. تقول طيب وين قبر علي إذن؟ يا إخواني، علي بن أبي طالب ما أخرج من الكوفة، لما مات خشي عليه الحسن والحسين ومحمد أخوهم ابن الحنفية وعبد الله بن جعفر من أن ينبشه الخوارج رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، ولعن الله الخوارج حتى لا يقطعون الكلام، يقول انظر يترضى عن الخوارج أهل بتر وأهل كذب عياذا بالله، لئلا ينبشه الخوارج، فدفن في قصر الإمارة أو حوله، أو حوله، ما كان لهم أن يدفنوا في مكان يتسلط فيه الخوارج فينبشون قبر سيدنا علي رضي الله عنه. فقصة الظبي الآن لا زمام لها ولا خطام، يدعون أن عليا دفن خارج الكوفة في منطقة النجف، هذا يعني أنت تريد أن تخفي يعني جثمانه الشريف عن الخوارج، تروح تحطه في البر؟ يمكن عين من العيون شايفتك فينبشون بالراحة بدون أحد يدافع عنه ولا 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 حرس عليه، أم تدفنه في مكان لا يصل إليه الخوارج؟ المسألة واضحة، قبركم أيها الشيعة المنسوب إلى سيدنا علي في النجف مزور ولا دليل عليه، بل هو قبر المغيرة بن شعبة. وأقرأ عليكم الآن كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في أن أول من دعا إلى قبر سيدنا علي هذا هو المجوسي عضد الدولة البويهي، البويهي. هنا اقرأ معي أخي المشاهد في ترجمته في سير أعلام النبلاء كما تشاهد: السلطان عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو، شوف الاسم بس، صاحب العراق وفارس، ابن السلطان ركن الدولة حسن بن بويه الديلمي، تكلم عنه كلاما طويلا، قال: وكان شيعيا جلدا، أظهر بالنجف قبرا زعم أنه قبر الإمام علي، وبنى عليه المشهد، وأقام شعار الرفض، ومأتم عاشوراء والاعتزال. مرة ثانية: وكان شيعيا جلدا، أظهر بالنجف قبرا زعم أنه قبر الإمام علي، وبنى عليه المشهد، وأقام شعار الرفض، ومأتم عاشوراء. عرفت يا شيعي من اللي بنى دينك؟ قلت لك دينك مجوسي، اختراعات مجوسية، بناء المشاهد هذه بدعة مجوسية نشرت في بلاد المسلمين. أول من بنى مشهد علي رضي الله عنه ودعا بلا طقوس عاشوراء وغيرها هو هذا الملعون المجوسي عضد الدولة ابن بويه، اللي تمكن من العراق وتمكن من إيران اللي بلاد فارس، والدولة البويهية دولة استمرت يعني عشرات السنين. السؤال الذي أطرحه عليك أيها الشيعي: من قال لك أن هذا قبر علي فصدقته؟ من؟ سأتيك بالمزيد وأفتح مجال الاتصالات الآن لمن شاء أن يداخل معنا، وإن شاء الله أنا آتيكم إن شاء الله عز وجل بمزيد من النصوص في ذلك. أيها الإخوة، اليوم تروح عند الشيعة تلقاهم عاكفين عند القبر ما بين مستغيث بعلي زاعما أن هذا القبر لعلي، فهل هذا أصلا دين علي؟ سؤال أطرحه على الشيعة: مراجعكم
خليك معي يا ابو عبد الملك، خليك معي. مراجعكم يبنون القبور في كل ناحية، بل كلما دخلوا دولة بنوا القبور، هم دعاة وثنية. هل كان هذا دأب علي بن أبي طالب؟ إن قلتم أنه من الدين فأخبروني عن قبر بناه علي بن أبي طالب، قبر واحد. هل بنى على قبر فاطمة؟ هل بنى على قبر حمزة؟ هل بنى على قبور أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال أطرح عليكم، أنتم لستم على هدي علي بن أبي طالب أصلا. وهذا السؤال طرحته في مناظرات قبل سنتين على المناظرين الشيعة، حاروا فيه وداروا. حسين العقابي، أحمد الإمامي كانوا على قناة وصال، وهذا أنا أطرحه الآن. جاء في كتبكم أن علي بن أبي طالب يقول: بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام في هدم القبور، في هدم القبور. راح أعرض لكم الآن يا أخواني على الهواء مباشرة بثا حيا من القبر المنسوب إلى سيدنا علي زورا وكذبا عليه. خلوني أخذ أبو عبد الملك قبل هذا العرض. أبو عبد الملك تفضل لك دقيقة. إخراج صهيبي. نعم تفضل. السلام عليكم شيخ فراج. حياك الله، حياك الله، لك دقيقة تفضل. أنا أتكلم، أقدر أنا أتكلم؟ أسمعك. نعم نعم تفضل. من إقليم كردستان تحية، من إقليم كردستان تحية لكل أهل السنة والجماعة. الله يحييك. لكل أهل السنة والجماعة، بصراحة بصراحة أنا في إقليم كردستان، من عاصمة أربيل إقليم كردستان. بداية أنا أقول شيعة، بداية أنا عمري 16 سنة أنا أقول شيعة زين، بس بعدين شوف قناة وصال والبرهان وصفة متابعة جدا، أوش شيعة وين، أهل السنة جماعة وين، كل شرك بالله، خرافات، دين الخرافات. الحمد لله الآن أنا يعني كثير متابعة قناة وصال وقناة صفة وقناتكم شيخ فراج، يعني جدا جدا الحمد لله. أنا أفتهم الآن شيعة أي معنى سب الصحابة، شيعة أي معنى سب عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، شيعة أي معنى يعني الدين خرافات، شيعة أي معنى الشرك بالله، هذا دين الشيعة بصراحة. والحمد لله في إقليم كردستان، في إقليم كردستان ماكو أي شيعة ولا حسينيات ولا قوات حشد، الحمد لله، هذا فضل من الله، الحمد لله. الله يحرسكم ويحميكم ويحفظكم ويمكن لديننا دين أهل السنة والجماعة، ويحفظكم يا أحفاد صلاح الدين، يحفظكم الله. جزاك الله يا شيخ، جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وجزاك اللهم آمين. طيب خلوني أعرض لكم صوتا وإحنا نتلقى الاتصالات. صوتا الآن بث مباشر من العتبة العلوية المزورة. علي ليس هناك، علي لم يدفن هناك، راح أقولكم بالأدلة بعد شوي، بالأدلة. وقصة الظبية الخرافية لا زمام لها ولا خطام ولا سند لها، وأتحدى من يثبتها بالسند. حتى شيخكم هذا يقول في التاريخ، وين في التاريخ؟ طلع الرواية مسندة. الآن شوفوا معي، هذه أخواني ما يزعم أنه قبر سيدنا علي، وأنتم شايفين الناس الاستغاثات، ونادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كامل الزيارات، هذا الكتاب أو هذا كمال الدين كامل الزيارات عندي أيضا. يأتي يا أخواني الشيعة فيه بأنواع الاستغاثة عفوا بسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. من وين؟ عن وين؟ وين كان هدي علي بن أبي طالب؟ لا يحيرون جوابا. المجال مفتوح للاتصالات، من شاء أن يتصل يتصل عبر معرف التليجرام، هذا هو معرف التليجرام على الشاشة FARRAJ. مرحبا بالجميع. أعيد حديث أبي الهياج الأسدي، هذا الحديث عندنا وهو موجود في كتاب الكافي عندهم،
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قوله ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. ليش؟ حتى لا يغلف القبور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يا أخواني، في آخر حياته آخر الأيام كثر من كلمة، كثر منها، وما كثر منها إلا لعلمه أنها ستكون في أمة عياذا بالله. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي يحذر ما صنعوا في أكثر من موطن في الأيام الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، يحذر أن تتخذ القبور مساجد كي لا يحصل فيها هذا الغلو الموجود عند قبر علي المنسوب إليه. طيب نأخذ مجال الاتصالات وبعدين نرجع نكمل إن شاء الله عز وجل. أتمنى من أهل السنة اتركوا مجال للشيعة فضلا. يونس سلام. يونس حياك وعليكم السلام أستاذ. بس سؤال شيخ. نعم. قبل كم يوم شفت شيخ من أهل السنة وجماعة يقول لو علموا الشيعة قبر من هذا لرجموه بالحجارة، يقول هذا قبر المغيرة بن شعبة. فالسؤال هل المغيرة بن شعبة مات في النجف ودفن هناك أم لا؟ هذا ما ذكره أظن ابن كثير في البداية والنهاية نقلا عن أحد العلماء، نقلا عن أحد العلماء. وقال أيضا لم يثبت أن، يعني قال أنه مات في الكوفة علي رضي الله عنه، وخاف الحسن من الخوارج أن ينبشوا قبره فما خلى حد يعرف. وماكو دليل أستاذ يعني فراج، ماكو دليل على أنه هذا قبر علي. ومن تناقشهم ما يعني بس يتفلت، وهم يقولون هارون الرشيد قال هذا قبر علي رضي الله عنه، وهم بنفس الوقت يكفرون هارون الرشيد. فيعني سبحان الله دين متناقض ماكو مثله. صحيح. وبارك فيك، بارك الله فيك. شكرا يونس، شكرا حبيبنا. طيب نعم متناقضين، هم يقولون الذي كان يتتبع قبور أهل بيت يهدمها هارون الرشيد، طيب شلون بنى قبر علي بن أبي طالب؟ كيف؟ ما في عندهم دليل ولا يستطيعون أخواني. طيب أرجع إلى الاتصالات، بس إن شاء الله عز وجل المتصل الشيعي يجيب لي دليل. سواليف أنا ما أبي، بيني وبينك الدليل أو حجتي قاطعة. تفضل رياض. السلام عليكم شيخ فراج. وعليكم السلام، تفضل يا رياض. تفضل لك شيخ فراج. شيخ فراج بخصوص برنامج قبر الإمام علي عليه السلام. تفضل. نعم شيخ فراج، بصورة عامة قبور الصحابة الكرام يعني الذين كانوا مقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قبورهم من حد الآن واضحة. يعني نحن هنا في العراق كالسعودية لدينا كثير قبور من الصحابة، يعني شاهد هذا قبره، يعني بسبب المنزلة، بسبب التقرب يعني تخريب كنسل للرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، فيعني أصبحوا مزارات. وكل قبور الصحابة في السعودية في العراق أعتقد قبورهم شاهد إلى يومنا هذا. مثل مثل عشان مثلا عندنا قبر حذيفة اليماني، عندنا قبر سلمان المحمدي رضوان الله عليهم، يعني قبورهم شاهدة. حتى كل الصحابة المقربين قبورهم شاهدة إلى يومنا هذا. حتى أنا زرت سوريا رأيت قبر عثمان بن عفان رضوان الله عليه. كل القبور الصحابة عثمان كثير من المقربين للرسول يعني مازالهم يعني قبورهم شاهدة إلى يومنا هذا. يا رجل أنت تخترع قبور. عثمان وين؟ شو دال سوريا؟ لا لا اختر اقول، ولكن شو دال سوريا عثمان؟ يعني ليس في المقبرة. انا زرت المقبرة الأموية كله، ولقيت عثمان بن عفان هناك، قبور معاوية بن ابي سفيان، قبور معاوية بن ابي سفيان. على كل شكرا لك يا رياض. سؤالي عن قبر علي بن ابي طالب لا عن قبور الصحابة. قبور الصحابة عرفناها ولا ما عرفناها؟ احنا مو متعبدين بأن نبني عليها البناء، بل هذا أمر محرم.
ولا أن ندعوها ونستغيث بها كما تصنعون عند قبر سيدنا علي، بل علي في كتابك الكافي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدم القبور، قال بعثني رسول الله في هدم القبور. والرواية الثانية التي قرأت قبل قليل، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. عرفت مهمة علي بن أبي طالب؟ مو بناء المشاهد والقبور، هدمها. لماذا؟ لأنها ذريعة غلو في الصالحين، سبب غلو مثل ما تفعلون الآن عند القبور أنتم الآن. إذا أردت أن تناقشني في موضوع الليلة قل لي هداك الله تعالى ما دليلكم على أن قبر سيدنا علي هو الموجود في النجف الآن. خذ سؤالي يا رياض إلى أكبر عمامة عندك واسأله عن الدليل، وسترى الهروب الكبير بأم عينك. وأنا الآن ساعة ونص معك، روح شوف أحد المعممين وقل له يتصل علي ويجيب الدليل. شكرا لك يا رياض. شكرا لك شيخ فراج، بارك الله. شكرا شكرا. وما زال السؤال مطروحا، وبأخلي اتصال اتصالين بعدين أكمل موضوعي حتى لا أقطع حبل الأفكار. خلي الأخوة يشاركون، يمكن يجينا واحد شيعي يعتبر أن عنده دليل أو يظن أن عنده دليل. المجال مفتوح، المجال مفتوح يا شيعي. والله الذي لا إله إلا هو أني أريد أن أوصل لك معلومة فقط، لا أريد أن أكفرك ولا أريد أن أشتمك ولا أريد أن تكون هذه حلبة مصارعة بيني وبينك. أريد فقط أن تكون الحجة قد وصلتك، البينة قد وصلتك، حتى تبرأ ذمتي وذمتك يوم القيامة. أرجع إلى المقطع، شايفين يا أخواني؟ شايفين؟ طبعا هم الآن يحطون، يمكن هذا شوية كان بدري شوية، خلونا نشوف وين وصلوا. عند القبر يتعبدون ويدعون علي رضي الله عنه أن يشفيهم، أن يرزقهم، أن يعطيهم، أن يمنعهم، أن يحفظهم. المرضى يجيبونهم عند القبر، وعياذا بالله من أنواع الشرك بالله عز وجل التي يبرأ منها علي بن أبي طالب. ما دليلكم على ما تصنعون؟ علي هل كان هذا داء أبوه؟ والله يا شيعة أن علي بريء من مراجعكم وما يفعلون. يا شيعة هؤلاء تجار خمس ونذور، الفلوس اللي تقطها داخل الشباك تروح إلى جيب المعمم. أنت ما تشايف شلون يفتحون الدكاكين، دكاكين القبور في كل مكان، كل شوي مخترعين لهم قبر. وانت يا مسكين يلي تكدح في عيشك تروح تقط الفلوس في هذه القبور، متى تفيق؟ متى تقف عن هذه الخديعة؟ متى تعلم انهم يخدعونك؟ قبر علي في النجف مزور، وهذا التحدي العريض لكل معمم غير مريض. أثبت أن هذا قبر علي بن أبي طالب، وسأثبت لك الآن من الكتب إن شاء الله تعالى. يلا بسم الله أبدأ من كتب أهل السنة والجماعة إخواني، إثبات أن هذا القبر ليس بقبر علي بن أبي طالب. أولا نذهب إلى الطبقات الكبرى لابن سعد، هذا متوفى سنة 230، يعني وفاته في بداية القرن الثالث، هذا متقدم حتى على زمان البخاري رحمه الله تعالى ومسلم وأصحاب السنن. شوف شو يقول، هذا كتاب الطبقات مثل ما تشوفون، ويقول رحمة الله عليه وهو يترجم لعلي بن أبي طالب، هنا الترجمة رقم 1800، قال علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ويكنى أبا الحسن وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وقد شهد بدرا ثم نزل الكوفة في الرحبة التي يقال لها رحبة علي، في أخصاص كانت فيها، ولم ينزل القصر الذي كانت تنزله الولاة قبله، فقتل رحمه الله صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 40، وهو ابن 63 سنة،
ودفن وين؟ بالكوفة. طيب وين بالكوفة؟ عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة. دفن عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة، والذي ولي قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان خارجيا لعنة الله عليه، قال هنا وعلى والدي. والله أنا أظن أنها إن كان والدي على هذه العقيدة فنعم، وإن كانوا على الإسلام فلا، إن كانوا على عقيدة الخوارج فنعم. قال وقد روي علي، وقد روى علي رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رحمه الله، وقد كتبناه وكتبنا خبره في من شهد بدرا. إذن يذكر مكان القبر وين؟ يذكر مكان القبر أيها الإخوة أنه عند مسجد الجماعة قرب قصر الإمارة. وين؟ في بطن الكوفة، داخل الكوفة، مو في الخارج في البر اللي صار فيما بعد النجف، بينه وبين الكوفة أميال، كيلومترات. من وين هذا يا شيخ؟ من وين هذا القبر؟ قبر المغيرة بن شعبة. يقول لي يعني واحد منكم مثلا من وين جايب أن قبر المغيرة ابن شعبة؟ أقرأ عليك كلام الإمام ابن كثير، وراح إن شاء الله نقرأ الكلام بالأسانيد بعد قليل إن شاء الله تعالى بالأسانيد. ماذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى؟ يقول رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ما يلي، هذا البداية والنهاية، يقول والمقصود أن عليا، طيب أبو محمد جاء، خلك معايا يا أبو محمد، خلك معايا يا أبو محمد. طيب قال والمقصود أن علي رضي الله عنه لما مات صلى عليه ابنه الحسن فكبر عليه 9 تكبيرات ودفن بدار الإمارة بالكوفة. كل كلامهم حول قصر الإمارة، قرب قصر الإمارة، حول قصر الإمارة، خوفا عليه من الخوارج أن ينبشوا عن جثته. هذا هو المشهور، هذا المشهور بين أهل العلم. ومن قال إنه حمل على راحلته فذهبت به فلا يدرى أين ذهبت فقد أخطأ وتكلف ما لا علم له به ولا يستسيغه عقل ولا شرع وما يعتقده. انتبه الآن الكلام الواضح، خليك معايا يا أبو محمد. وما يعتقده كثير من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف، فلا دليل على ذلك ولا أصل له، ويقال إنما ذلك قبر المغيرة بن شعبة حكاه الخطيب البغدادي بالإسناد، انظر الإسناد، عن أبي نعيم الحافظ عن أبي بكر الطلحي عن محمد بن عبد الله الحضرمي الحافظ هو مطين أنه قال لو علمت الشيعة قبر هذا الذي يعظمون بالنجف لرجموه بالحجارة، هذا قبر المغيرة ابن شعبة. هذه يا أخواني شيء من الحقائق، وسأزيدها بيانا إن شاء الله تعالى. أخواني ماذا يقولون؟ بعد إذنك يا أبو محمد ثواني بس أكمل ما قلتموه في ذلك، أكمل ما قلتموه في ذلك. طبعا الروايات كما يقول المجلسي، انظروا الضحوكة اللي جلبها المجلسي للشيعة، انظروا الكذبة العصماء اللي أنا أبي أبو محمد الآن يبررها. المجلسي يا أخواني يزعم أن قبر علي بن أبي طالب، انظروا يا أخواني القصة اللي قريتها لكم قبل شوي، سالفة الظبية، شنو سالفة الظبية؟ شوفوا سالفة الظبية يا أخواني، هذا بحار الأنوار، انظروا القصة الطويلة. قال بحار الأنوار
42-224 قال: ولم يزل قبره مخفيا حتى دل عليه جعفر بن محمد عليهما السلام في أيام الدولة العباسية، وقد خرج هارون الرشيد يوما يصيد وأرسل الصقور والكلاب على الضباب جارب الغريين فجادلتها، القصة اللي قلت لكم قبل شوي. طبعا أخواني العجيب في الأمر أن هارون الرشيد مولود بعد وفاة الصادق، شلون دل عليه الصادق في زمان هارون الرشيد؟ هذا السؤال نطرحه، ونحن في ذلك نتجادل للوصول إلى الحقيقة. أبو محمد معنا شيعي، وين راح أبو محمد؟ يا أبو محمد وين رحت؟ ارجع 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 مرة ثانية يا أبو محمد. رمضان الحسن حياك الله. رمضان تفضل. السلام عليكم أخونا أبو محمد. وعليكم السلام، تفضل. أنت سني ولا شيعي؟ أنا سني الحمد لله، وإسماعيل من تركيا. الله يحييكم يا أهل السنة، أنا طلبتكم أن تكون المداخلات للشيعة فضلا منكم لا أمرا. والله تفضل مشاركتك في دقيقة، تفضل. الله يبارك فيك، الله يخليك أخونا أبو محمد. هدم قبر سيدنا علي وهالشغلات هاي، أي شغلة بسيطة. أنا سمعت مبارح واحد معمم إيش يقول؟ أول ما يخرج الإمام المهدي المزعوم المسردب ينزل سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام يقبل إيد المهدي. مو موضوعنا الله يرضى عنك، مو موضوعنا، موضوعنا قبر سيدنا علي الله يرضى عنك. الله يبارك فيك، بس حبيت أوصلك هالمعلومة. الله يرفع قدرك الله، وأشكرك وأقبل جبينك وأدعوك والأحبة جميعا إلى التزام المحور. حياك الله، حياك الله، بأمان الله. أهلا قبل. شكرا لك أخواني المحور، وخلوا المجال للشيعة، خلوا المجال للشيعة، المعلومة نريدها تصل إلى الشيعة. أخواني في الإرشاد للمفيد ما يلي: يا أبو محمد دقيت وبعدين فصلت، ما أدري ليش. يلا احنا نبي محاوريكم. الإرشاد المفيد 126، شايفين القصة، قصة الظبية، قصة الظبية وهارون الرشيد. يلا شوفوها في الإرشاد للمفيد. قال: حدثني القصة الأكمة والكلاب، 126. إذن قصة أن هارون هو اللي اكتشف قبر علي عن طريق واحد أعرابي من بني أسد لا يعرف، نا أكذوبة، أكذوبة لأمرين: أولا لا تصح سندا ولا تثبت أصلا، والأمر الثاني أن هذا الأعرابي مجهول لا يعرف صدقه من كذبه، حتى لو أنه زعم أن هارون الرشيد، وليس هارون الرشيد وهو من يعني عنده جانب من العلم يعني يمكن أن يضحك عليه بهذه الطريقة، لا، كان يتثبت أن هذا القبر قبر علي، قبر علي ما يعرف إلا واحد من بني أسد أعرابي. بالله عليكم يا مسلمين، بل كان مخفيا عن الخوارج، ولذا لا يعرف قبر سيدنا علي إلى يومنا هذا، لا يعرف إلا أنه دفن في جوار قصر الإمارة بجانب المسجد، أحيانا يقال بدار داخل الكوفة أيضا في جوارهم، لكنه دائرة حول قصر الإمارة والمنطقة المحيطة بها، ما خرج إلى البر به الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين فدفنوه إطلاقا إطلاقا. طيب نفتح المجال للاتصالات مؤقتا، وبعدين راح أكمل لكم بالأسانيد التي عندنا. تفضل المتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام، عندك صوت القرآن عالي، تفضل. القرآن مهم، تسمعني؟ إيه تفضل تفضل. إيه أقول لك، الظاهر القرآن كان عندي في النقل العتبة العباسي العلوية. نعم تفضل تفضل. ألو. طيب إخواني تابعوا معي ما يلي، تابعوا معي ما يلي من كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير بالأسانيد. شوفوا كلام الصادق والباقر، الصادق
والباقر. خلوني أخذ الاتصال قبل لأن تحتاج وقت. كيان حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شونك يا شيخ؟ يا أهلا ومرحبا. يا شيخ أخوك ياسر من العراق و... سني ولا شيعي يا كيان؟ سني الحمد لله ولي الفخر سني. حياك الله. تفضل نصف دقيقة. أنا قلت لكم يا أهل السنة اتركونا المجال لكن الظاهر أنكم ما تسمعوني. تفضل. تسلم يا شيخ. والله يا شيخ أنا حبيت أشجعك وأقويك وأنا متابعك يعني حيل أتابعك. نعم حياك الله. الله يسلمك وخذ راحتك يا شيخ. الله يبارك فيك واشكرك على هذا التشجيع حارف. وهذه المتابعة ويشرفني متابعتك أخي الحبيب. شكرا لك. الله يسلمك يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا الله. شكرا لك. طيب أخواني أقرأ لكم الآن من تاريخ البداية والنهاية كتاب ابن كثير. الآن نضع النقاط على الحروف. تابع يا شيخ. تابع يا شيعي. قرأنا قبل قليل إلى قوله لو علمت الشيعة قبر هذا الذي يعظمون بالنجف لرجموه بالحجارة هذا قبر المغيرة ابن شعبة. ثم ساق روايات متوالية. سراج خلك معي يا سراج. قال الواقدي حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فر وقال سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر كم كان سن علي يوم قتل؟ قال 63 سنة. قلت أين دفن؟ قال دفن بالكوفة ليلا وقد غبي عني دفنه. وفي رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره يوم قتل 58 سنة. وقد قيل إن عليا دفن قبلية المسجد الجامع من الكوفة. قاله الواقدي والمشهور أنه دفن بدار الإمارة وقيل بحائط جامع الكوفة. وقد حكى الخطيب البغدادي عن أبي نعيم الفضل بن دكين أن الحسن والحسين حولا فنقلا إلى المدينة فنقلا بالبقيع يعني ودوه المدينة المنورة عند قبر زوجته فاطمة أمهما. طبعا هذا كلام غير صحيح. وقيل إنهم لما حملوه على البعير ظل منهم فأخذته طيء يعني قبيلة الطيء يظنونه مالا فلما رأوا أن الذي في الصندوق ميت ولم يعرفوا من هو دفنوا الصندوق بما فيه فلا يعلم أحد أين قبره. حكاه الخطيب أيضا. هذه خزعبلات ما أنزل الله بها من سلطة. وأيضا قصص أخرى لكن ما يعنينا الآن جعفر الصادق. قال وعن جعفر بن محمد الصادق قال صلي على علي ليلا ودفن بالكوفة وعمي موضع قبره ولكنه عند قصر الإمارة. ولكنه عند قصر الإمارة. وين وديته بالنجف؟ وين ودينا بالنجف يا مراجع السوء؟ تكذبون على الشيعة عشان تأكلون الأخماس؟ تبعا لعضد الدولة بن بوي اللي هو أول من زعم أن هذا قبر علي. هذا ليس بقبر علي والشيعة لا يستطيعون إثبات أن قبر علي. ونحن نروي الآن في هذه الكتب بالأسانيد. هذه الأسانيد أسانيد تاريخية أعطونا مثلها حتى لو كانت ضعيفة. حتى لو كانت ضعيفة قابلونا بمثلها. ليس عندكم شيء يشبه هذا. ولا وعن الباقر وعن الصادق. أكمل أخوان. انظروا. قال ابن الكلبي شهد دفنه أو دفنه في الليل الحسن والحسين وابن الحنفية وعبد الله بن جعفر وغيرهم من أهل بيتهم فدفنوه في ظاهر الكوفة وعموا قبره خيفة عليه من الخوارج. هذه رواية أو قول ابن الكلبي وليس رواية ابن الكلبي. المروي بالأسانيد هذه الروايات التي قرأناها عليكم ومنها رواية الحافظ بن عساكر عن الحسن بن علي قال دفنت عليا في حجرة من دور آل جعدة. كل الروايات يا أخواني الواردة في سيدنا علي المسندة تتناول منطقة ضيقة حوالين مسجد أو قصر الإمارة دار الإمارة من قائل إن داخله أو في جواره داخله أو
في جواره، هذا هو الصحيح، هذا هو المشهور كما قال المحققون. أما أنه في النجف في البر، ما كان هناك نجف، ما كان هناك بلد أصلا يعني مبنية، قالوا أن خرجوا في الصحراء فدفنوه، هذا كذب ولا يستقيم حتى عقلا، لأن الذي يريد أن يخفي يعني جسد علي رضي الله عنه عن الخوارج ما يذهب إلى الصحراء، هذا مكان مكشوف، هذه أسهل طريقة لأن ينبش، وإنما وضعوه داخل بيوتهم حتى لا تنبشوا الخوارج، لأن لهم غرضا فيه انتقاما لمقتل ابن ملجم لعنه الله، وانتقاما لمن قتلهم علي في النهروان. هذه الحقيقة يا شيعي، والله أنكم تتبعون خرافات ما أنزل الله بها من سلطان، مهديكم خرافة، قبوركم خرافة، حتى قبر سيدنا الحسين بكرة راح أتكلم عنه أيضا قبر مزور، حتى قبر سيدتنا زينب بنت علي اللي في الشام قبر مزور، وبالأدلة راح تشوفها أمامك. أفتح مجال الاتصالات إخواني. سراج، عذرا على الإطالة، تفضل. السلام عليكم أخوي أبو محمد. الله يحييك. سني ولا شيعي سراج؟ رجاءً أبو محمد، أنا ترى مهتدي وخلي المعلومات مخفية رجاءً. طيب الله يهمك، تفضل. زين فضلك شيخ، تدري عن من أفتر وتجول داخل مدينتي، أريد فد قول للرسول أو فد شيء للرسول، باعتنا أي أثر داخل مدينتنا، يعني فقط حسين من وأنا حسين وين كنت مولاه، فهذا علي المولى، ولو ما الأحاديث اللي أخذناها أيام الابتدائي أحاديث الرسول، لما عرفنا شيء عن الرسول فقط إلا اسمه، هاي فقط المعلومة أحب أعطيك إياها. لا إله إلا الله. اي أيوة والله ما عندنا شيء عن الرسول فقط، مني وانا محتار ومن كنت مولا فهذا علم مولا، وعند الاذان، عند الاذان هاي الجوائع اليمي خطب سيدنا علي رضي الله عنه، قضاء الامام الحسين، شيء ماكو شيء قال رسول الله، ماكو اي شيء. مقام شرفي، مقام شرفي، نبوته صوريه صلى الله عليه وسلم، جعلوا رسالته الصوريه، النبي اسم. النبي عندهم اسم. النبي عندهم اصبح جعفر الصادق، فقط اسم، ما يوجد شيء عندنا رسول الله، يعني من اطلع على حديث على البخاري على الرسول اول مره اسمع هاي الاحاديث. طيب اخي انت متى كانت هدايتك؟ كان قبل عام تقريبا شيخ، قبل سنه فقط. اي ما هو السبب، وهل كنت من زوار هذه القبور؟ اي نعم كنت من زواره، يعني طبعا هي بالوراثه، اغلب الشيعة هم بالوراثه يا شيخ فراج، معلوم يعني هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. لا 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 بالوراثة. الحمد لله الاسلام يجب ما قبله، لكن السؤال الذي اطرحه عليك، ماذا يصنعون عند هذه القبور؟ وكيف كنت تظن ان يعني بناء على ايش كنت تظن ان هذا قبر سيدنا علي؟ والله هي شغلة تجاره، هي هاي الروايات اللي بعثونا لنا، هي كلها الأغراض التجارة، بس الشيء اللي يشغل عقله ويبدأ يسأل يا بشنو الغراض، هي فرض يارس أن يتهموه توهابي، ما يعطوا أي جواب أو أي دليل، واضح يا شيخ فراج؟ لا إله إلا الله. ما تسألونهم؟ زين ما تسألون عمامين؟ يعني يتهموك توهابي يعني بالوقت، يعني الجزء السابق نهوى ما الفترة يعني خطورة، يعني تعرف السيطرة بالشيء. معلوم معلوم معلوم، لكن ما كنتوا تسألون المعممين؟ طيب انقطع مع أخونا المهتدي ثبته الله، الحمد لله الذي هداه، الحمد لله الذي هداه، الله أكبر ولله الحمد، كبروا يا مسلمين، كبروا يا مسلمين، الحمد لله الذي هداه. شوفوا يا أخواني دعوتكم مباركة، لا تحقرون شيئا، ادعوا وابذلوا كل الجهود في سبيل إيصال كلمة الحق رفقا بالشيعة ورحمة بهم، لتصل إليهم الحقائق التي غيبت عنهم يا أخواني. طيب أخواني أطرح موضوع الآن الروايات من جديد مرة ثانية، شوفوها. الحسن يتكلم عن حجرة من دور آل جعدة، هذه برواية الحافظ بن عساكر بإسناده عن الحسن، وجعفر يقول عمي موضع قبر ولكنه عند قصر الإمارة، يعني قرب قصر الإمارة. الروايات أيضا اللي قبل شوي قريتها عن الباقر كلها تدور على مكان واحد،
قرب قصر الإمارة داخل الكوفة. أما النجف فهذا قبر المغيرة بن شعبة. أول من زعم أن هذا قبر علي بن أبي طالب المجوسي عضد الدولة ابن بويه المتوفى سنة 372. قبر علي عمي عن عيون الناس حتى لا ينبشه الخوارج، كان قصدا أن يخفى، كان مخفيا. أنا أعرف يا شيعي أنهم لماذا يخدعونك؟ تدري ليش يخدعونك؟ شوف معي تجارة القبور ماذا تدر. طالع معي هذه اللقطات، شايف الصور يا شيعي؟ هذه اللي خلوهم يقولوا لك هذا قبر علي بن أبي طالب، هذا اللي خلوه لك يقول هذا قبر الحسين. شوف الخياش، شايف الفلوس شلون جاية بالخياش؟ شايف يا شيعي؟ هذا اللي خلوهم، شفت النذور اللي تقطع داخل الشباك؟ تروح لجيوبهم وجيوب وكلائهم. إلى متى تستغفل يا شيعي؟ شوف، ولا كأنهم كرمكم الله يجمعون قمامة، كلها فلوس هذه. من وين من فلوسك؟ باسم علي بن أبي طالب، وباسم أنه قبره، وباسم أنه يشفي المريض، وغير ذلك من الأكاذيب. علي لو كان يشفي أحدا لشفى نفسه، علي لو كان يغني أحدا لأغنى نفسه من الفقر. أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام كان فقيرا. علي بن أبي طالب لو كان يملك من أمره شيئا لرد شر ابن ملجم عنه، لكان يرد الشر عنه. شايف شلون يجمعون فلوسه؟ والعتبة الحسينية، العتبة العلوية، وهي العتبة السيستانية، والفلوس السيستانية، ويجيك محمد رضا السيستاني ولد مرجعكم السيستاني يملى المليارات في أرصدتي في بلادي الغرب كله باسم أهل البيت. العقل وين يا شيعي؟ متى تنتبه إلى هذه الخديعة يا شيعي؟ متى تنتبه؟ طيب، هل جاءني أحد الآن وقال لي أن هذا قبر سيدنا علي وهذا الإثبات؟ إلى الآن لم يقدم أحد، ولا يستطيع أحد أن يثبت خلاف ما أقول، وأنا أطرحه مجددا. أعطوني دليلا على أن هذا قبر سيدنا علي، وأعطيكم مقابل 10 على أنه ليس بقبره. علي مدفون في الكوفة، داخل الكوفة وداخل بنيان الكوفة لئلا ينبشه الخوارج. من أين لكم ما تدعون؟ أيها الإخوة، في الرواية اللي قريتها من بحار الأنوار وبينتها يا أخواني، دليل على أن الشيعة يتخبطون، مراجع الشيعة يتخبطون، يقولون أن بين أو المكان، الحين لو تروح تقول المسافة بين النجف والكوفة كم كيلو يا شيعي؟ يقولون لك تقريبا 13 كيلو، صح؟ إلى 20 كيلو بهذه الحدود، 13 في هذا الحدود. الحين عشان يخفون عن الخوارج يروحون 13 كيلو والمكان مكشوف والدنيا مرصودة. اللي خايف أنه يرصد داخل الكوفة ما يخاف من الرصد برا الكوفة، ثم يحطونه مكان بعيد جدا لا تمكن حراسته ويخلونه. عقلا يا شيعي تأمل، المعلومة التي تهمك يا شيعي، أول من بنى على هذا القبر الموجود عندك في النجف وزعم أن قبر علي المجوسي عضد الدولة ابن بويه، فنا خسرو، أنت مصدقة إلى يومك. خذ المعلومة واذهب بها وابحثها، ولا تعذر أمام الله عز وجل أن تستغفل. الأمر الثاني،
فرضا أن هذا قبر عمر ولا قبر علي ولا قبر أبو بكر ولا قبر عائشة ولا قبر فاطمة رضي الله عن ساداتنا، هل نحن مأمورون بعبادة القبور؟ تقول زيارة؟ أقول زيارة القبور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن زيارة القبور ليست بعبادة القبور، فرق. أولا زيارة القبور لا تشد الرحال إليها، ما تسافر إليها ابتغاءها، بل تذهب في المقابر التي في جوارك للاعتبار، الاستغفار لأهلها، الدعاء لهم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين، هم في حاجة دعائك. لكن هل هذا ما يحدث؟ أهل السنة عندهم زيارة قبور؟ نعم، أهل السنة يزورون قبور موتاهم، يستغفرون لهم، يدعون الله تعالى لهم، أي الأحياء يدعون للأموات لا العكس، الأحياء يجون ويدعون لهم يستغفرون لهم، ويعتبرون بالمصير اللي إحنا مقبلين عليه، نسأل الله حسن الخواتيم. هذول أهل السنة، هذه عقيدتهم. أما عبادة قبور بناء على قبور، والله ليس بدين علي بن أبي طالب، ونتحدى من يدعي ذلك، المجال مفتوح لمن ادعى. يلا الميدان الآن ميدان حجة على معرف التليجرام FARRAJ وان كما ترون على الشاشة. أقول لك يا شيعي، يخدعونك، يسلبونك، حرر عقلك، هداك الله، حرر عقلك. طيب نأخذ الاتصالات مرة أخرى ونكمل إن شاء الله، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟ معك عباس من العراق. حياك الله يا عباس، سني ولا شيعي؟ شيعي يا أخي. الله يحييك، يا مرحبا، حياك الله يا عباس، تفضل. الله يسلمك. شيخنا، أنت تعرف بأنه هاي القضايا إذا مشت على السيرة، فبحد ذاتها السيرة كافية. يعني شنو أضرب لك مثال؟ أنا بقرب قبري أبي حنيفة، هسه أنا قريب على قبري أبي حنيفة. هل كل من يعظم هذه البناية أنه حقق ودور أنه حقيقة هذا هنا دفن بهذه البقعة، أم لا، من جيل إلى جيل وصلت هذه البقعة هي بقعة أبي حنيفة؟ طيب، أولاً هذا أولاً، تفضل. نعم تفضل، كمل، أنا سجل النقاط. هاي أولا. ثانيا، إحنا ما يهمنا هواي، ما يهمنا هواي هل هذا قبر علي أم لا. هذا رد على من يدعي بأنه إحنا هواي نعظم العظام. لا، إحنا مو قصة عظام، قصة موقف يذكرنا به هذا المكان. فإذا كان يبعد كيلوين أو أقرب أبعد كيلوين، هذا هم ما يهم. المهم هو رمز لعلي بن أبي طالب، اللي نعرف شنو علي بن أبي طالب، حضرتك تعرف، كلنا نعرف، اللي نستلهم من وجودنا. هذا بالإضافة إلى أكو أدلة على أنه دفن بالغري في ظهر الكوفة. ما دليلك؟ دليلي أقرأه باختصار؟ أين؟ أقرأه باختصار. قال اليعقوبي، اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، جزء الثاني، صفحة 212 إلى 213. أقام الإمام بعد ضربته يومين إلى أن يقول: ودفن بظهر الكوفة في موضع يقال له الغري. هذا الفرق الأول أو المقطوعة الأولى من الدليل. الدليل الثاني شيخنا، تسمعني؟ معك. وروى الأصفهاني بسنده عن أبي مخنف، لعله تم هم ما يعني. لحظة، بس واحدة. نعم تفضل. خلني آخذ النقاط اللي ذكرتها الأولى وبعدين نجي عند الموضوع. نعم.
اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي. إيش قال اليعقوبي؟ قال أقام الإمام علي عليه السلام بعد ضربته يومين وتوفي إيش راح يسرد القضية في شهر من شهر رمضان سنة 40 ومن شهور العجم في كانون الثاني. إيه لا لا عند الكلام. نعم نعم. وعند الكلام عند الكلام. عند الكلام شنو يعني؟ إيه عن أنت قلت قبل نعم. قليل ودفن بظاهر الكوفة صح؟ نعم ودفن بظهر الكوفة في موضع يقال له الغريب. النص هنا ودفن بالكوفة في موضع يقال له الغريب. بظهر الكوفة على نسخة، النسخة اللي عندي النسخة اللي نعم. لا النسخة اللي عندك هذه ما أدري من وين جايبها يا عباس. النسخة اللي اللي, اللي اللي أمامنا من مكتبة الفقهاء الشيعية ودفن نعم. بالكوفة مو بظهر الكوفة، من وين زايد نعم. بظهر الكوفة؟ بظهر الكوفة في موضع يقال له الكوفة. هو الغريب شيخنا الغري عندك موجود؟ النص مالتك؟ الأمر الآن بالكوفة وليس بظاهر لا. الكوفة علشان بس نضبط طيب. الألفاظ هذا واحد تمام الغري عندك بالنص مالتك موجود يقال له الغري نعم نعم لكن الغري بينك وبين الله الغري في الكوفة ام على 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 محيط سأجيبك على ما ذكر وما تدري سأجيبك هداك الله سأجيبك هدي اسمع نعم انت طرحت عدة محاور اجيب عليها نعم. استأذنك اني اكتم صوتك حتى انتهي بعدين ارجع لك تمام تمام جميل. يقول هل قبر أبي حنيفة كل من يعظم بناية؟ من قال أنه مطلوب منا أن نعظم القبور أصلا؟ إحنا مأمور أن نهدم القبور. في صحيح مسلم أن علي رضي الله عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه. وعندك أيضا نفس هذه الرواية في كتبك في الكافي وبعدت بهدم القبور، ليش ما تصيرون على دين علي بن أبي طالب؟ هذا السؤال الأول خذ معك. البناء على القبور بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ثانيا يقول ما يهم أن هذا قبر علي أم لا، ليش ما يهم؟ مو أنت قاعد عند القبر معتكف وتدور عليه ونادي علي مظهر العجائب وتقط داخل القبر فلوس ويتلقفها السيستاني ووكلاء السيستان، شلون مو مهم؟ مو انتم قاعدين تضحكون على الشيعة بهذا الأمر؟ طيب الآن قرينا من كتاب اليعقوبي أنه بالغري، أمر الغري أن في ظاهر الكوفة مخالف لما ورد عن الحسن وعن الباقر وعن الصادق. تاريخ اليعقوبي إن لم يسند إلى أحد فلا قيمة لكلامه. ما دليله على ما ذكر؟ الآن أنا جاوبتك على نقاطك وعلى فرض أن الغري هي النجف على فرض ذلك، وطالبك الآن أن تثبت ما ادعاه برواية واحدة. تفضل. نعم تفضل. تسمعوني شيخ؟ أسمعك تفضل. ما أدري سؤالك شنو كان عفوا. أثبت ما ادعاه أنه دفن بالغري في ظاهر. على فكرة عندي كتاب فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين، هذا هو في جواري. لكنه لا يستند إلى معلومة أبدا. لحظات. طيب هذا هو الكتاب، تراه معي، هداك الله وأرشدك للحق. انظر معي، هذا فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين، لا زمام ولا خطام في ذلك برواية مسندة تقاوم ما جاء في هذا الأمر. وقصة الظبية قصة اللي دائما يطرحونها عليكم، طرح الوائلي وجعفر الإبراهيمي، ودائما يتحدثون الظبية اللي خلت جعفر أو هارون الرشيد يعثر على القبر، وبعد أن كان
مخفى لا يعرف، مو هذه القصة؟ تعرفها ولا ما تعرفها؟ أعرفها ولكنها ليست بدليلنا. لا بل هي دليلك، وهذا لا هذا ما يردد. قرأت من الإرشاد قرأت من الإرشاد للمفيد، وقرأت كلام صادق الشيرازي، وقرأت من نصوصك في مطلع هذه الحلقة. إذا لم تستمع إليها ارجع لها في مطلع الحلقة. الآن عطني أدلة، عطني أدلة كدليل أساسي على أن الظبي وهارون الرشيد وبنى وصلى ركعتين. هذا مو دليل أساسي، كل من يقول به جميل يعني يعتبره هذا مقوي على أن هذا تعيين القبر. جميل جدا. يلا مقوي لماذا؟ كيفية التعيين فكانت عن طريق الإمام محمد الباقر. طيب تفضل، يلا شلون عينه بالرواية؟ عطني الرواية. روى ابن أبي الدنيا، بسنده عن الباقر. لحظة نعم. تستدل نعم. بكتبنا على عقيدتك؟ نعم. هذا هكذا نعم. هكذا تثبت العقائد عندك؟ لا أنا عندي من كتبه هواية، بس أريد أسألنا في مقام المحاججة. لا عطني كتبك أولا، عطني كتبك أولا ثم ذهب إلى ابن أبي الدنيا، لأني قرأت على يعني بالأسانيد إلى الباقر وإلى الصادق وإلى الحسن بن علي، كلهم يثبتون أنه في داخل الكوفة وليس في خارجها. حسنا، تعرف أنت أصول المناقشة، إذا دليلك من عندك يخدم عقيدتي فهذا حج عليك وحج علي. ما خالف، أنا أثبتت الآن من كتبي، وأنت اطرح في كتبك، لأن كتبي لا تلزمك، ومع ذلك اطرح كتبك ثم كتبي. تفضل. بسنده عن الباقر، أنا لو ما روى عن الباقر ما اعترف فيه، ما ادري شنو. طيب. ابن أبي الدنيا. ما يخالف. يلا تبي تبدأ بابن أبي الدنيا، ابدأ. شو اسم الكتاب؟ اسم الكتاب مقتل الإمام لابن أبي الدنيا. ايش؟ مقتل الإمام لابن أبي الدنيا، ما سامع بي شيخنا؟ مقتل الإمام لابن أبي الدنيا؟ نعم. عجب، يعني لحظات، خلني بس أتأكد من اسم الكتاب. أنا الحقيقة لم يمر علي هذا الكتاب. يعني. مقتل الإمام لابن أبي الدنيا. أبي الدنيا. طيب نعم، كتاب مقتل علي، مو مقتل الإمام، كتاب مقتل علي. نعم. أنا أسمي الإمام، أنت سمي علي، كيف؟ هو صحابي، لا يحتاج إلى المسميات اللي عندك هذه كلها مكذوبة عليه. يلا. لا مشاحتة في الاصطلاح شيخنا. يلا اتفضل 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 النص، تفضل. طيب روح للحديث 65 و66 لو سمحت. عفوا، اقرأ لي النص منه. اقرأ لك النص. بسنده عن الباقر أن الحسن غسل عليا بيده إلى أن يقول ومروا به على مسجد الأشعث حتى خرجوا إلى ظهر الكوفة وليست الكوفة. وواضح تاريخيا ظهر الكوفة والغري شنو والكوفة شنو. لحظات نعم. الآن سؤال يعني قبل أن نناقش الرواية، اللي بيخفي عن الخوارج يخرجه إلى خارج الكوفة في البر أم يدفن داخل الكوفة؟ إي بيني وبين الله إي. سألني لي الشيخ. إي تفضل. الكوفة كانت محشوة بالخوارج. محشوة، أما جواسيس أما حقيقة هناك عايشين، فأكيد أن يخرج خارج الكوفة. هذا آدم يعني المنطق إيش يقول؟ طيب. وطبعاً إحنا عندنا بكتبنا، هذا مكان ذخر من 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 الأنبياء الصالحين، من الأنبياء الأولين. هذا المكان ذخر، هذا بكتبنا اللي هو محج عليه. عفواً، شلون ذخر؟ ما فهمتك، شلون ذخر؟ ذخر هذا المكان، حتى في أحد الأدلة اللي أنت حضرتك قلت لي احكي لي من 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 كتبك، ساجة مكتوب عليها
ساجة مكتوب عليها. سؤال سؤال مرة ثانية بس عشان أفهمك، أنا ما قاعد أفهمك، أنت تدور في أكثر من موضوع. طيب الآن 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 لما تخشى لما تخشى أن ينبشة والخوارج تروح تدفنها في البر؟ اي والله. ولا تخشى داخل بيوتك؟ لا لا، هم الخوارج قلت لك يعني عيونهم هناك. أثبت أثبت الغري وظهر الكوفة، أثبت لي بأن لا 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 أثبت أثبت أن الخوارج كانوا داخل الكوفة ولذلك خشوا أن ينظر إلى فدفن خارجها. يلا عبد الرحمن ابن ملجم عليه اللعنة وين كان عايش؟ كان عايش في الكوفة ولا برا الكوفة؟ أنا أسألك أن تقول جواسيس جواسيس الكوفة جواسيس الكوفة جواسيس الكوفة يا شيخ بالكوفة أصلا كانت الكوفة، وهذه اللي تعرف قضام اللي هي لفته أو 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 اللي هي جابتها وقالت له أنا أريد هالقد مهر. مرة ثانية السؤال فضلا لا تقعد تسولف علي، ركز معي يا عباس ركز معي. يلا يلا مركز جدا. ما دليلك على أن الخوارج قد ملأوا ملأت جواسيسهم الكوفة يتربصون بجسد علي فلذا خرجوا به إلى خارج في البر ودفنوا هناك، مع أن المفترض مع أن مع أن المفترض مع أن المفترض أن الذي يخشى على أحد يدفنه في 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 بيته عنده على عينه ما يخليه في البر. اصبر علي هداك الله، اصبر علي لا تقاطعني. لما هداك الله عز وجل تذهب إلى واحد تريد أن تحميه تحطه في البر ويمكن يرصدك 20 خارجي وانت طالع في مكان مكشوف، أو أنك تضعه في مكان محمي محاط بالحماية وعلى عينك. اسمح لي بالإجابة؟ أين تفضل. أكو جملة ما قرأناها، لا حضرت قرأتها يمكن، أنا ما سمعت قرأتها ولا أنا قرأتها كملتها لك. وعما على قبره دفنه بالغري وعما على قبره، شوف التشدد. جاوبني على سؤالي. طيب سؤالي هذا أولا، هذا أولا أنه قلت شلون إذا أريد إذا أريد ما ينبشوه غيري. لحظة لحظة إذا لحظة 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 إذا ثبت أن دعواك الدعوة الأولى عندك أن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان في هناك جواسيس يريدون ضرب قبره أو جسده الشريف وحرقه وصلبه كما صنع هذا كلام إنشائي لم تستدل عليه بدليل و عرفا وعقلا وعقلا لحظة لحظة أنا قاعد أتكلم وأنت تكلم معي خلني أخلص كلامي بعدين أرجع لك. عقلا إذا أردت حماية جسد مو تروح ترميه في البر بدون حراسة بالعقل. يلا أنتم تقدسون العقل، تريد أن تخفي رجلا تذهب به إلى البر وقد تكون مرصود، العيون اللي راصدتك داخل الكوفة بتتبعك برا الكوفة، بل رؤيتهم لك خارج الكوفة أسهل من التفتيش عن داخلها في في الأسوار والبنيان والدور. هذا أولا. ثانيا ما استدللت به من أن كتاب ابن أبي الدنيا هو أيضا روى ما يلي عن جعفر الصادق قال حدثنا الحسين عن عبد الله عن إبراهيم بن المنذر عن حسين بن زيد قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه يعني الباقر قال صلى الحسن بن علي على علي ودفنه بالكوفة عند قصر الإمارة ليلا وغبى دفنه. ليش أنت تجتزئ الأدلة؟ هذا من كتاب ابن أبي الدنيا عن الباقر عن الباقر. تفضل. أنا أقسم بأنه الدليل عندي ودفن بظهر الكوفة في موضع يقال له الغريب، هذا الدليل عندي. طيب عموم عموم هو ذكرنا أساطير منها أنه حمل على ظهر جمل
ففقدوا الجمل ووجدته طيء وإلى آخر. ومن قائل أن الحسن الحسين ذهبا به إلى المدينة فدفن عند قبر فاطمة، هذا كلها من الخزعبلات، هذه خزعبلات، هذه روايات خزعبلات. أنا أطالبك بالبرهان الصحيح المشهور عند أهل العلم أنه دفن إما في قصر الإمارة أو في جوار قصر الإمارة، هذا المشهور وهذا الذي عليه الأدلة، وهذا اللي من روايتهم عن الباقر وعن الصادق وغيرهم، وقد قرأت عدد كبير منها. ما الذي يثبت أنه في ظاهر الكوفة؟ ما الذي يثبت؟ طيب. لم تستدل بدليل معتبر، تفضل. طيب. شيخنا أنت لو يعني مناصر الرأي الذي يقول أن علي لا قبر معروف لديه، ممكن تكون ذو حجة أقوى من هذا. ممتاز ممتاز. لحظة. يبقى في أقل أحوالها، في أقل أحوالها، في أقل أحوالها، في أقل، لا لا ما يخالف. أنا أوافقك على ذلك الآن، وهذا ينقض دعواكم. لا أن بس أسألني ليش؟ أن الروايات في ذلك متعارضة، فما الذي جعلكم تثبتون أن هذا قبره؟ يلا تفضل. جيد. فأقول لو أنت مناصر هذا الرأي أن علي لا قبر له كما يعني كما روى البعض، كان أحسن. ليش؟ لأنه كان تقول يعني لأنه يعني عقلاً أنا هسه 13 كيلومتر، يعني خو بالعكس الكوفة هسه الكوفة أقرب وأجمل وأحلى ومركز المدينة، وعندنا من هناك قبر مسلم بن عقيل وقبر ميثم التمار ومسجد الكوفة المعظم، خوب نزور علي بن أبي طالب هنا ولا نتعب روحنا وما دام ثبت عندنا بالدليل، يعني شنو الغاية أنه تعدينا رحنا بغاد؟ هسه لو قايل لي مثلا أنه لا قبر له معروف وهذول الشيعة دايخين ما يدرون أهون، بس جاي تقول لي بالكوفة. ما يخالف. لا 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 لحظة عباس. أنا أقول لك هذا القبر الموجود المظهر الذي أظهره عضد الدولة البويهي وزعم أن قبر علي بن أبي طالب، هذا ليس بقبر علي بن أبي طالب. أول من دعا أول من اسمعني هداك الله اسمعني لا تقاطع. أول من دعا إلى هذا القبر الموجود المجوسي فنى خسرو عضد الدولة ابن بوي المتوفى سنة 372، هذا أول من أظهره، وهو أول من أظهر مظاهر عاشوراء، وأول من أظهر يعني بقية الطقوس اللي عندكم. الحين موضوع أن ظاهر الكوفة داخل الكوفة، هذا لا يثبت قبرك، هذا لا يثبت قبرك، مع أنني الآن أثبتت لك من كلام علمائنا ومن كلام مشاهير أهل العلم والروايات المستندة عن الباقر والصادق أنه دفن في الكوفة، وعقلا استدللت عليك بالدليل العقلي في أنه إذا كان قد خشي عليه من الخوارج فإنه سيدفن في مكان أمين داخل الكوفة وليس في الصحراء، وهذا ما لم تستطع رده. رد هذه الحجة العقلية ثم ذهب إلى النقل. تفضل. أنا أرى بأنك مغلوب فيها. ليش؟ لأنه أثبتها للناس. تفضل. أثبت تاريخيا، والدليل الأقوى بأنه ابن مجم خو ما أجم من الصين وجا قتل علي بن أبي طالب، عايش بالكوفة وبني مراد معروفين، ويعني والخوارج هناك كانوا يعني كثير، لعله مركز الخوارج بالكوفة ما أدري، بس لعله ما شاء الله. لحظة. نعم. أما دعواك من الكوفة إذا الخوارج موجودين، دعواك أن مركز الخوارج الكوفة، لا، لحظة. قلت لعله وما أدري، ما محقق بهذا الموضوع. إذا مو محقق لا تألف تحب لعله من خيالك هذه لعله، لا تحط جواسيس ومتربصين كثير جدا، هذا خيالك واسع. الكوفة مركز علي بن أبي طالب وفيها أصحابه وجيشه وجنده، والخوارج إن جاءوا إليها يتسللون إليها،
واضح؟ ليست الكوفة بدار للخوارج في زمان علي بن أبي طالب، بل هي دار علي وجنده وجيشه وأتباع أنصار خليفة المسلمين. هذا أمر معلوم، فتبريرك العقلي باطل. ثانيا ركز معي، إذا قلت أن المقصود حماية جسد علي انتهت القصة. الحماية تكون داخل الكوفة، لا في الصحراء، لا في العراء، لا في المكان المكشوف الذي لا يمكن حراسته. سؤال، لما حطوه في الصحراء أرسلوا إليه أناس يحرسون قبره؟ تفضل شيخنا. بعد مرور 20 سنة أو أقل أهل الكوفة قاتلوا الحسين، شو المخاطر؟ يا عمي جواب على سؤالي. الحسن والحسين يعني لما دفنوه في الصحراء حطوا على قبره حراسة أو تركوه؟ يعني قصدي أهل الكوفة كانوا مليئون بالعيون والجواسيس. السؤال للمرة الثالثة، لما ذهبوا بقبري إلى الصحراء هل وضعوا عليه حرسا أم تركوه في الصحراء؟ لا، عموا على قبره. هل وضعوا على قبره حرسا أم لا؟ ما في داعي، لأنه ما في قبر يعني واضح إلا يعرفونه هم الحسن والحسين. ألا يحتمل أن يرصدوا؟ يعني الخوارج عندهم عيون بس داخل الكوفة، برا الكوفة ما عندهم عيون. خوهم أكيد ما أخذوهم بالليل ويوم تعالوا يانا يا خوارج، الحسن والحسين صاح لهم تعالوا مشوا يانا خلي شيء يعني ابن أبي طالب. بس داخل الكوفة خذوهم وياهم، داخل الكوفة خذوهم وياهم. لا ما أخذوهم وياهم، هم بالليل أخذوه عليه السلام ودفنوه هناك. رواية شكل تقول ابن قتيبة يقول وغسله. لحظة قبل ابن قتيبة، لحظة لا تروح لابن قتيبة. إذن الدليل العقلي، ثبت من الدليل العقلي أن الذي يريد حماية علي بن أبي طالب وجسده الشريف من نبش الخوارج لا يذهب به إلى الصحراء فيدفنه وحيدا، فإن هذه أسهل طريقة لنبش الخوارج، لأنهم عرضة للرصد. بما أنك تقول أن هناك رصد شديد، هذه حجة عليك. الذي يخاف من الرصد الشديد يدفنه على عينه وتحت حراسته، لا يذهب به إلى الصحراء، فبطل قبرك هذا الذي تزعم، قبرك الذي تزعم أنه في النجف. ثانيا، حتى لو قلت أنه في ظاهر الكوفة، أنا أحدثك عن هذا القبر الموجود، أثبت أنه قبر علي بن أبي طالب، لا وجود له قبل هذا المجوسي فنا خسره، هو أول من أعلن أن هذا قبر علي بن أبي طالب. أتحدى أن تثبت أن هذا القبر المنسوب إلى سيدنا علي أنه قبره. واضح؟ أثبت من الكتب أن سيدنا علي مدفون على المشهور من أقوال أهل العلم. ذكرت أقوالا أخرى، أن في المدينة، أنه على جمل وراحوا فيه ووجدته طيء، أنه بظهر الكوفة، لكنها أقوال ضعيفة. المشهور عند أهل العلم أنه مدفون في قصر الإمارة، وعلى ذلك الروايات الأقوى. هذا ما أقوله. القبر الذي تزعمه أتحدى أن تثبت وجوده قبل فنا خسره. تفضل. طيب، وقال ابن قتيبة وغسله الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر وكفنا إلى أن يقول وعمي قبره مخافة أن تنبشه الخوارج في الإمامة والسياسة. مرة ثانية النص. وقال ابن قتيبة وغسله الحسن والحسين إلى أن يقول وعمي قبره مخافة أن تنبشه الخوارج. هذا قريناه واجد. طيب، إيش المشكلة؟ إيش المشكلة في نص ابن قتيبة؟ المتفق عليه بأنه عمي قبره مخافة أن تنبشه الخوارج. الخوارج دول وين كانوا شيخنا؟ يعني ليش يخافون من عندهم مخافة أن تنبشه الخوارج؟ إحنا موضوعنا يعني كانوا مثلا بالموصل لو بالكوفة. آها، حلو، جميل جدا. نعم. الخوارج لهم وجود، وصلوا إلى جسد علي وضربوه. طيب، مو قادرين على قبره؟ جيد، هذا أولا. ثانيا، إذا عميت عنا خوفه بعد ما تريد شلون ما عندهم يعني جهاز فحص القبور، ما عندهم جهاز. ثانيا تعمية القبر، هل يشترط أنها تكون خارج الكوفة أو يمكن أن تكون داخل الكوفة في مكان أمين؟
هذه بعد اكو نص ثاني يثبت. جاوبني على سؤالي، ما تجاوب على سؤال، جاوبني على اسئلتي. عمي قبره مخافه ان تنبشه الخوارج. مره ثانيه السؤال الظاهر، انا لازم اكرر السؤال ثلاث مرات حتى حتى يجيب عليه. السؤال مره ثانيه، السؤال مره ثانيه، تعمية القبر لازم انها في البر ولا ممكن يتعمى في قصر الإمارة، حول قصر الإمارة، في دار من دور أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، غير ذلك داخل الكوفة؟ يلا تفضل. ممكن هاي، ممكن هاي، أما النص إذن ينص على ذلك لا، لا ينص. جميل، لماذا استدللت بهذه الرواية؟ أو قول ابن قتيبة؟ على أن مخافة أن تنبشوا الخوارج، سؤال الخوارج دولة وين كانوا؟ مو بالكوفة؟ يا عباس، عباس أنا لا أنازع، لا أنازع في أن الخوارج أن سبب إخفاء قبر علي بن أبي طالب إخفاءه هو خوف عليه من نبش الخوارج، هذا لا إشكال فيه عندي، ولذا أخفوه وعموه فلم يشهده إلا خاصة أهل البيت، الحسن، الحسين، محمد بن الحنفية، وعبد الله بن جعفر، وخاصة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لكن وين دفنوه؟ قرب قصر الإمارة أو في قصر الإمارة أو حولها داخل الكوفة. من يريد الأمان لعلي ما يخرج إلى الصحراء ويدفنه، هذا عقلا. ثانيا حتى لو قلت أنه خارج الكوفة أثبت أن في النجف، أثبت أن ما تستطيع أن هذا القبر الموجود في النجف هو قبر علي بن أبي طالب. أنت تنازعني داخل خارج الكوفة، ما تكلمني عن النجف والمكان الموجود الآن ومن أول من نص عليه. تفضل. الغري، تعرف مكان الغري؟ أي مكان داخل الكوفة خارج الكوفة؟ أنا أكلمك عن النجف الآن، المكان الذي فيه القبر الآن. لا لا، من أول من قال أن هذا قبر علي؟ من أول من قال أن هذا قبر علي؟ تفضل. أول من قال أهل البيت عليهم السلام. وين؟ هاي بكتبنا. وين؟ رواية واحدة. كابر عن كابر ينقلون ذلك. رواية واحدة. رواية واحدة. هسه لازم اروح الكتبي اذا تسمح لي، بس ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، من اليوم الروايات عن ابن ابي الدنيا وعن ابن قتيبة وغيره، الان رحت لكتبك، ما عندك شيء. ما عندك شيء. اول من قالها، اول من زعمها، اول من زعم ذلك المجوسي ثنا خسرو، اللي ادعاءك. لا، ليس ادعائي، هذا ما ذكره الامام الذهبي في ترجمته، قال وأظهر قبرا زعم أنه قبر علي بن أبي طالب، هذا أول من زعم أن هذا قبر علي بن أبي طالب. تحدى أن تثبت أن هذا قبر علي. هذا خسره، شلون عرف أنه هذا قبر علي بن أبي طالب؟ أصلا مو قبر علي بن أبي طالب. ليش ادعى هذا الشيء؟ ها، روح اسأله. تسألني أنا؟ لا، مو تناقض الناس، غير تعرف تتفهمني، لأنه مجوس يعني، أقنع جمهورك. إذا أقنعت جمهوري بنفس أنه أول من أظهر طقوس عاشوراء عندكم والمآتم واللطم وغير ذلك، وأول من احتفل بعيد الغدير، وأول 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 من أقام طقوس عاشوراء التي عندكم، راح أقنعك نفس الموضوع، نفس الموضوع. هو الذي أقنع جمهورك بأنه هذا خسروا ما أدري من جاي وظهر علي بن أبي طالب، الغاية شنو من هذا؟ انقض هذا، انقض هذا برواية واحدة، تثبت القبر، لأنه أصلاً ما أصلاً ما أشوفه. طيب، لا 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 لا، لحظة، أنت من بداية من بداية كلامك إلى الآن لم تثبت أن قبر النجف الموجود هو قبر علي بن أبي طالب برواية مسندة واحدة عن أهل بيت، أن هذا القبر الموجود هو قبر علي بن أبي طالب. الكلام بس، وين دفن؟ ظاهر ولا داخل؟ ما أثبت القبر. اعترفت حضرتك بأنه في الغري على ظهر الكوفة. لا لا لا، ما اعترف. لا لا ما اعترف. لماذا تكذب علي؟ لا، اذا ما اعترفت لعدان ليش ثابت لك اذا سؤال ليش ثابت لك؟ قاعد بالكوفة، بالكوفة طبعا. بس انا شغله استيعابك مشكلة حقيقة، استيعابك مشكلة. شغلت يا شيخ شغلتين. اولا شنو الغاية اللي احنا حورنا مقبر علي بن ابي طالب 13 كيلو؟ هاي اول غايه شنو من الموضوع؟ ايوه، الحين انا اقول لك، اللي حدد القبر، موضع القبر الموجود، وتزعمون انه حدد هذا القبر، قصه الظبيه وقصه هارون الرشيد، وان اول من بناه
ودل عليه هو هارون الرشيد. إذن موضوع لو خسروا هارون الرشيد لو خسروا هذه روايتكم، هذه خرابيطكم، هذه كذبكم. مو أنا اللي أقول. لا شيخنا هذا ادعاء، هذا ادعاء شيخ، هذا وقف 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 ادعى 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 مو انا ادعي ولا يهمك راح ادعي زين لحظات لحظات مو ادعي ادعاء نعم خلني اطلع اللي تتكلموا فيه. طبعا راح تلقاه جعفر الابراهيمي وراح تلقاه عند الوائلي في اليوتيوب واقرا عليك من احكام العتبات المقدسه. اصبر لا تقاطعني لا تقاطعني لا تقاطعني، تتحداني تحمل التحدي. قال في التاريخ ان هارون العباسي كان قد خرج الى الصيد كما هو المتعارف عند حكام الجور الذي لا يهمهم سوى الله والعبث وعدم التفكير بالشعب ومصالح، فارسل الصقور القصة الضباء الى قول وسأل شيخا من بني اسد قائلا ما هذه الاكمه؟ فقال لي الأمان، قال نعم، قال فيها قبر الإمام علي بن أبي طالب، البحار جزء 42 صفحة 223 حديث 3 عن الخرائج، قصة الضبية الخرافية. هذا اللي تزعمون أنتم أن سبب تحديد هذا القبر هي قصة الضبية. لولا الموسيقى لا أسمعت الكلام الوائلي، موجود على اليوتيوب، اكتب الوائلي قبر علي بن أبي طالب. عرفت؟ هذا اللي خلاكم تحددون القبر الموجود الآن، والحقيقة أن لا ظبية ولا بطيخ، قصة خرافية. بل في كتبكم أن هارون الرشيد كان يهدم القبور وأنه هدم قبر الحسين، زعمتم هذا. فكيف يبني قبر علي؟ أول من بنى على قبره تقولون هارون الرشيد بقصة الظبية الخرافية، لا زمامة لا ولا خطام، قصة باطلة وقبر مزور. ثانيا نحن نثبت أن أول من ادعاه فأنا خسره. أما قولك أن هذا الرجل الذي هو يعني هارون الرشيد هو أول من بناه وأول من أظهره وبنى عليه، فهذه دون إثباتها خرط القتاد، هذه قصة خرافية خرافية مليئة بالخزعبلات. هارون يأخذ من أعرابي من بني أسد، طيب يمكننا كذاب، يلا رحتوا تتبعون كذاب، يلا تعرف هذا الأعرابي من بني أسد؟ يلا جاوب الناس، عرفنا عن هذا القبر، تفضل. أعرفه إيه، بس قلت لك هاي القصة، هاي القصة من باب الاستئناس، مو دليل، هذا مو دليل تاريخي. بدليل إحنا. عطني دليل، عطني دليل. عطيتك دليل. هاي أول. ثانياً. ما عطيتني دليل. لا لا عطيتك ابن أبي الدنيا اللي ما تدري بي أنت أصلاً. أبداً لا 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 يا رجل يا رجل، أنا قريت في بداية الكلام عن الإمام. لا وأنت استشكلت. لحظة هداك الله. شوية 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 لا تأخذني بالصوت، لأنك لن تغلب بالصوت، لأن ما عندك حجة لا عقلية ولا نقلية. قبل أن أقرأ أو قبل أن تدخل يعني في الحوار، قرأت كلام ابن كثير في من قال أنه على ظهر دابة وراح إلى قبيلة طي ودفنوه مع الصندوق، وناس قالوا أن راح للمدينة دفن الحسن الحسين في المدينة، ومن قائل أن بظهر الكوفة وهو ابن الكلبي، و وكل هذه أقوال ساقطة ضعيفة. الصحيح والمشهور كما رجحه ابن كثير أنه في دار الكوفة ونصره بالأدلة. فهمت الآن؟ استوعبت؟ ترى هذا قبل حواري معك. يلا لا تجيب الآن أن جايب الذيب من ذيلة، جيب الآن نص على أن قبر علي بالنجف الآن هو قبر علي بن أبي طالب، إثبات ذلك. يلا تفضل. طيب طيب مو أنا قلت لك الكتب اللي يعني اللي تحت إيدي مو حالي أنا أقدر أجيبها، أتأخر. بس أريد بالعقل، نحكي بالعقل. وقف. إيش وقف وقف لحظة لحظة عباس 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 سأسمح لك سأسمح لك سأسمح لك الآن، بس خلني أنتهي. بما أن قلت لا حجة عندي، أروح أبحث أدور اللي خلاك تنبش قبور ابن أبي الدنيا وابن قتيبة؟ والله لو عندك حجة واضحة ما تروح لابن قتيبة ولا غيره، مع أنهم لم يرصوا على أن هذا القبر هو قبر علي بن أبي طالب، ولا عندك حجة ولا تستطيع إلا قصة الظبية الخرافية. شايف شلون قبر علي بن أبي طالب مزور عندك؟ ما تستطيع إثباته بحجة؟ يلا روح للعقل الآن، تفضل. جيد، الشيعة قبوريون منذ أن وجدوا، صحيح؟ مو موضوعي هذا.
لا موضوع صلب موضوعك. لا لا مو موضوعي، خلنا موضوع القبر، تحديد القبر تفضل. يعني يحترمون القبور وتحديدها والصلاة عندها والزيارة. موضوعي قبر علي بن أبي طالب. يلا أثبته بالعقل يلا. فكيف الشيعة منذ الصدر الأول، منذ قتل الإمام، مع وجود الأئمة اللي يعرفون مكانه، لم يحددوا ذلك مع أنهم قبوريون للنخاع؟ والسلام عليكم. لا 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 تروح لا تروح لا تروح، وين رايح؟ لا لحظة لا 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 لحظة لا أنا بالحجة لحظة، وين الحجة العقلية في هذه الحجة أن الشيعة الأوائل قبوريين هم قبوريين الشيعة؟ الشيعة الأوائل نعم الشيعة قبوريون أم لا؟ الشيعة الأوائل أتكلم ممكن؟ تفضل. الشيعة الأوائل الذين كانوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه جمهورهم ليس بقبوري، القبوريون منهم أو الغلاة منهم بالأصح، ليس القبوريين، لا يصح أن نسميهم القبوريين، الغلاة منهم في علي هم السبئية، وكانت طائفة حتى في وسط الشيعة ينظر إليها أنهم غلاة، ثم تسربت عقائد السبئية حتى طغت عليكم اللي هو المذهب الاثنى عشر اليوم. هذا جواب على سؤالك. القبور ما كانت موجودة في الصدر الأول من الإسلام، لم تعرف هذه القبور إلا بعد سيطرة هؤلاء الوثنيين أمثال دولة بني بويه في بلاد المسلمين، نشروا هذه القبور ودعوا إلى ما تفعلون عندها اليوم. أنت الآن أخرجتنا من هذا الأمر بمسألة عقلية، ونقول لك الشيعة الأوائل لا يشبهون الاثنى عشرية اليوم لأنهم سبئية اليوم، ومسألة ومسألة عبادة القبور لم تكن معروفة في الصدر الأول من الإسلام. علي بن أبي طالب أسألك، هل بنى قبرا بما أنه إمام الشيعة؟ بنى قبرا بالبناء المعروف اليوم أم حدد قبرا هذا مكان فلان ابن فلان؟ مرة ثانية السؤال، هل علي بنى ما تسمونه المشاهد على القبور؟ علي بنى، نعم بنى القبر باعتباره علامة على الميت. سؤال المرة الثالثة، هل بنى نعم. علي جوابي نعم. هل جوابي بنى نعم. علي المشاهد على القبور؟ نعم بالبناء المعروف آنذاك. شو اسم المسجد اللي بناه على القبر؟ لا 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 مو مسجد، قلت لك بنى على عليه مثلا عندنا هذا حتى في كتبكم، انا قاري بس المصدر مو تحت ايدي، ممكن في انت ما عندك مصادر تتالف. نعم. مصادر لا لا عندي. انت تتالف مصادر عندي. لا تسمح لي، قبر الحسين اللي تعرف عانى ما عانى في زمن المتوكل وقبله وبعده من أكلمك عن علي بن أبي طالب. ليش؟ لا تسمح لي، وهذا ما بيناتهم 20 سنة أقل. سؤالي مرة رابعة، هل بنى علي المشاهد على القبور؟ اسمع، كان عليه صندوقا أم لا؟ هذا من كتبك في أصول الكافي. أن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام في هدم القبور. شفت عقيدة علي بن أبي طالب؟ مو اللي تسوونه في النجف الآن على قبر تنسبون إليه زورا وبهتانا. بعثني رسول الله في هدم القبور، أصول الكافي. رواية مرة ثانية، بعثني رسول الله في هدم القبور مو بناء القبور. ثانيا قال لأبي الهياج الأسدي في الكافي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. طيب هذا علي بن أبي طالب. الآن هل علي بن أبي طالب بنى مساجد على القبور؟ نعم لا جاوب. في ذلك الوقت على البناء المعروف، أما شخص هذا قبر فلان ابن فلان جاوبني نعم أو لا، بنى مساجد على القبور؟ بنى القبر. أتحداك أن تثبت، يلا الدليل. لعد هاي قبور سلمان المحمدي يوم زرته ودعيت لك عنده تحت قبته. خرابيطكم وخرافاتكم مو من علي بن أبي طالب، أنا أتحداك أن تثبت أن علي بنى القبور، يلا تفضل. لعد يعني قصدي ما يشخص هذا القبر، قبر فلان. روح اسأل مراجعك، تسألني. طيب
أنا سائل مراجع بس أريد أحاججك. والله ما عندكم حجة. خلنا من علي بن أبي طالب، الحسن والحسين بنوا على مساجد على القبور، تفضل. نعم نعم، الحسين خصوصا بني على قبره حتى صندوقا. يا حجي يا أبو صندوق، أسألك هل هم بنوا مع إمضاء الإمام الذي يعني وعدم تصدي باقي الأمة للموضوع، ولا كان يعني كان هدموها حرقوها مثل ما صار في الآونة الأخيرة؟ للمرة الثالثة السؤال، للمرة الثالثة السؤال، هل بنى الحسن على قبر فاطمة، على قبر حمزة، على قبر الصالحين، على قبر أي واحد؟ نعم بنى علي بن الحسين على قبر الحسين. يا ابن الحلال، هذا دون إثبات خرط القتاد. أنا أسألك هل هدي الحسن والحسين الآن، راح نجي لعلي بن الحسين، جواب، هل بنوا على القبور مساجد؟ هاي قضايا عصرية ذاك الوقت، يبنى على القبور. طيب جميل، قضايا عصرية، أنهيت الموضوع. قضايا عصرية، إذن يعني كانت يبنى على القبور، هي معروفة. علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب يهدم القبور، يهدم القبور، يبنى على القبور. لحظة لحظة، علي بن أبي طالب يهدم القبور في كتبك، وهي موجودة في كتبنا. شيخنا شيخ رحمة الوالد، انتهى الموضوع. بعثه في هدم القبور أم في بناء القبور؟ جاوب. عندي أوصى بتشخيص القبور المهمة. أتحدى أن تثبتها. كقبور الأئمة وقبور الوالدين وقبور كذا، يعني الرواية، الرواية 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 طب. الرواية مو تحت إيدي والله، من تحت يعني. من تحت باطك مو من تحت إيدك. على كل حال شكرا، شكرا لك يا عباس، شكرا لك يا عباس. اتبع علي بن أبي طالب يا عباس تفلح إن شاء الله. إن شاء شكرا الله. لك شكرا لعباس على حواره المؤدب المهذب، وتوصلنا فيه إلى حقيقة أن القبر الذي في النجف لم يستدلوا على تحديد قبره إلا بقصة ظبية، خرافات وأساطير قرأتها من كتبهم قبل قليل. ظبية وهارون الرشيد ورجل من بني أسد، وذهب هارون يبني على هذا القبر، وهذا كذب. أول من بناه عضد الدولة ابن بويه، فنا خسرو المجوسي، ودع الناس إلى هذا القبر. وقد روى ابن كثير عن بالإسناد أن أول أن هذا القبر الموجود في النجف هو قبر المغيرة ابن شعبة. لا يدل دليل ولو ضعيف على أن قبر النجف الموجود هو قبر علي بن أبي طالب إلا قصة الضبية الخرافية. شايف يا شيعي؟ شفت المصيبة اللي أنت فيها؟ أما علي وين دفن؟ دفن في المدينة، دفن والراجح والمشهور أنه داخل الكوفة لئلا تنبشه الخوارج. أما أن يذهب به إلى الصحراء، اللي بيحميه من الخوارج ما يودي إلى الصحراء ويخليه لوحده. مرة ثانية، الذي يريد أن يحميه من الخوارج لا يذهب به إلى الصحراء، ثم يتركه وحيدا بلا حراسة. هذه أسهل طريقة لنبش الخوارج، لأنه قد يكونون مرصودين إذا كان الضيف الشيعي يقول أنهم مرصودين. أيها الإخوة، هذا قبر علي بن أبي طالب وحقيقته. وأما الروايات ابن أبي الدنيا وغيره، ابن أبي الدنيا حاطب ليل، ورواياته موضع أصل الموضوعات عندنا معروف. وكما روى ظاهر الكوفة روى أنه في داخل الكوفة، وقرأنا الرواية قبل قليل أنه قال ودفنه بالكوفة عند قصر الإمارة ليلا وغب دفنه. هذا ابن أبي الدنيا أيضا، لماذا تأخذ هذه وتترك هذه؟ وهذا هو الراجح، قبركم يا شيعة في النجف مزور، ودعاء غير الله شرك بالله، وعلي هديه هدم القبور لئلا يغلى فيها كما تفعلون عند القبر المنسوب إليه. هذا أول القبور المزورة، أثبتنا أنه قبر مزور. غدا قبر سيدنا الحسين المنسوب إليه في كربلاء، الحقائق تكشف بأدلتها وبراهينها. اللهم اهد الشيعة وخلصهم
من تجار القبور، عمائم الوثنية، دكاكين ينشئونها في كل ركن من أركان العراق اليوم وإيران، حتى تدر عليهم بالنذور. لا تجارة ولا شيء، حط لك قبر وتجيك النذور. والعتبة العباسية تتبع السيستاني، والعتبة الحسينية، والعتبة العلوية، وكلها في جيوبهم. وأنت لك أسوأ الخدمات، لك المزابل يا شيعي عند السيستاني، لك الفقر على بعد أمتار منه. هذا حالك إذا سيطر عليك دعاة الوثنية. قبر مزور لم يثبت بدليل. وهذا الحوار، مع أن هذا المحاور حقيقة كان مؤدبا مؤدبا، وأشكره على أدبه في هذا الحوار، وكان قد جلب كل حججه في ذلك، ورأيتم أنه لم يثبت قبر النجف ولا برواية. قال أروح أبحث. إذا بحثت يا عباس بكرة تعال، يمديك تبحث. استودعكم الله أحبتي إلى لقاء غد إن شاء الله عز وجل في 10 مساء. لا تنسوا دعم هذا المقطع بالضغط على الإعجاب، الاشتراك في القناة، والاشتراك في قناة شبكة منهاج السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله.